برنامج جديد للمونتاج في الجوال وفي إمكانيات كبيرة ومجاني بالكامل للآي أو إس والأندرويد. هذه شاشة البرنامج الرئيسية، والبرنامج شبيه ببرنامج إنشوت وكذلك فيديو ليب، وفي إمكانيات طيبة للمونتاج من مؤثرات وفلاتر وتعديلات للضوء واللون. لكن بستعرض بعض الأمور اللي أشوف البرنامج متميز فيها. أول شيء السبيد رامبينج، ممكن أسرع وأبطأ المقطع بشكل ممتاز واحترافي. المقطع أساساً كذا. وإذا أريد أسرع بس أروح للمكان اللي أريده يكون سريع وأسحب لفوق وبيسرع بيرجع طبيعي بشكل تدريجي وممتاز. وإذا أريد أبطأ نفس الموضوع بس بسحب لتحت. الحركة الثانية، البرنامج فيه تأثيرات جميلة ممكن استخدمها في أي مكان في الفيديو، أو ممكن استخدمها كنقلة بين المقاطع كبداية أو نهاية الفيديو. رقم ثلاثة، البرنامج مثل غيره في إمكانيات الكتابة، لكن الجميل فيه إضافات مفيدة. طبعا هذه الأشكال الموجودة ممكن أحط الوقت والتاريخ ويجيب لي وقت التقاط الفيديو. والخاصية اللي عجبتني لوكيشن، تقرأ من وين بالضبط التقط هذا الفيديو، وممكن اختار من اللي يطلع لي هنا او الاماكن القريبة منه. طبعا هذا اذا مفعل وقت التصوير خيار لوكيشن في الهاتف او اذا الكاميرا عندك فيها. وعاد هنا ممكن اغير شكل الخط، ونعم اللغة العربية مدعومة بالكامل وممكن نستورد خطوط من برا، وفي بعض الاشكال جاهزة الجميلة. وآخر شيء ممكن نضيف حركة للكتابة وقت دخولها أو خروجها من المقطع. الحركة الرابعة، البرنامج فيه حركة الزوم وتعملها بضغطة زر، ما يحتاج كي فريم وغيره مثل بعض البرامج الثانية. عندي زوم أوت وزوم إن وعلى جنب وتحت وفوق، حركة جدا جميلة، جربوها. رقم خمسة، ممكن أمسح الكروما مثل ما عملنا قبل في فيديو ليب، أضيف المقطع من الستيكر هنا. وطبعا البرنامج فيه خيارات البلندينج عشان تمزج الخلفية مع الصورة هذه أو الفيديو. أنا الحين أريد أستخدم الكروما، أضغط كروما وأحدد اللون الأخضر وأزيد قيمة التأثير وبس. وبونس أخير، عندي بعد خيار الماسك شبيه تقريبا باللي موجود في فيديو ليب. بدخل المقطع وبخليه فوق المقطع الأساسي، وببدأ أستخدم الخصائص هذه عشان أوصل للنتيجة اللي تشوفوها. وآخر شيء خيارات الحفظ، عندي إلى 4K عالي الجودة، وعندي إلى 60 فريم، وبعد ممكن إلى بتريت عالي. ها، ايش رايكم؟ ضبطكم ولا لا؟